هذا المنتدى. البداية مع محمد الشاذلي. محمد، طابت أوقاتكم جميعا في البداية، كيف تبدو طبيعة استعدادات شرم الشيخ وقد أتمت استعداداتها على ما يبدو لاستقبال هذا المنتدى؟ بالفعل أهلا بك أحمد وأهلا بمشاهديك الكرام. هي ساعات قليلة بالفعل تفصلنا عن الحدث التاريخي الذي ينتظره الجميع، جميع وسائل الإعلام هنا موجودة هنا سواء المصرية أو العالمية لتغطي هذا الحدث التاريخي بالنسبة لشرم الشيخ، والذي تخطى الاهتمام به مسألة الاهتمام بحدث محلي بل وصل لحدث عالمي. يعني شرم الشيخ تحتضن شباب العالم، الكلمة دي سمعتها من أكثر من حد بمجرد ما وصلت هنا، وبالفعل هي كلمة معبرة جدا. منتدى شباب العالم اللي بيعقد من يوم 4 لحد يوم 10 من شهر نوفمبر برعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، زي ما احنا عارفين يوم 5 اللي هو بكرة إن شاء الله الجلسة الافتتاحية 6 و7 و8، هناك العديد من الجلسات ستناقش العديد من الأمور أبرزها طبعا نموذج محاكاة الأمم المتحدة. عندنا يوم 9 هو اليوم الختامي. لو اتكلمنا عن عملية الترويج قبل عملية الاستعدادات، عملية الترويج تمت لهذا المنتدى بشكل أكثر من رائع. عملية الترويج تمت سواء خارجيا، جهد مشكور لسفارات مصر في الخارج بالنسبة لترويج لهذا الحدث الكبير، وبالتأكيد طبعا يعني سيضع مصر في على خريطة السياحة العالمية، ويروج أيضا ربما للحالة السياسية التي تعيشها مصر هذه الفترة واهتمام سيادة الرئيس والحكومة الحالية بفئة الشباب. أما الترويج الداخلي فكان من خلال شباب متطوعين، شباب البرنامج الرئاسي، يعني احنا شفناهم موزعين في جميع الأماكن، موزعين في المطار، موزعين داخل جميع الفنادق للتعريف بالمنتدى، للتوجيه، لربما لو في أي مشكلة واجهت أي ضيف أو أي استفسار من أي ضيف هم قادرين على أنهم يحلوا الكلام ده في أسرع وقت. قاموا الحقيقة بعملية ترويج رائعة خلال العشر أيام اللي فاتوا أو الخمستاشر يوم اللي فاتوا في الجامعات، في المولات المصرية، لفوا جميع الجامعات والمولات المصرية للتعريف وكل أماكن التجمع الموجودة في مصر للتعريف بالمنتدى وأهميته. والحقيقة أن هم نقلوا لنا عن مجموعة من الشباب أن هم كان نفسهم يكونوا موجودين في المنتدى، طبعا لكن احنا بنتكلم في حوالي 3000 شاب موجودين، العدد كبير، ربنا يسهل ان شاء الله يكونوا موجودين المنتدى القادم. بنتكلم في حوالي 3000 شاب موجودين في مصر من دول عديده جاؤوا للمشاركه، جاؤوا لتبادل، هو محفل دولي رائع لتبادل الافكار وطرح التجارب المختلفه للاستفاده. سيكون الاستفاده طبعا ستعم على كلا الطرفين، الشباب من مصر ومن خارج محمد مصر. هناك حديث عن قضايا سيتم مناقشتها على هامش فعاليات هذا المنتدى، سواء كانت مرتبطة بالجلسات النقاشية التي ستنظم أو ربما على هامش أعمال هذا المنتدى بعض الحوارات الجانبية التي يمكن أن تقام في هذا الإطار. أبرز القضايا التي تهم فئة الشباب، هناك حديث بطبيعة الحال عن نموذج محاكاة الأمم المتحدة وآليات عمل مجلس الأمن، هناك حديث عن قضايا التغير المناخي وهي قضايا ربما تهم العالم بأسره وتهم مستقبل كوكب الأرض كما هو معلوم، لكن ما هي القضايا ذات الطابع الشبابي بامتياز التي ربما يعنى هذا المنتدى بمناقشتها؟ ربما يمكن اللي سمعته من خلال الشباب الموجودين ان من ابرز القضايا المحليه اللي يمكن ستناقش وهتستفيد منها مصر بشكل كبير هي تجربه التعليم في مصر، وازاي هنقدر نستفيد من تجارب التعليم المختلفه. بخلاف ذلك طبعا احمد، يعني بعد انتهاء الجلسات ستستكمل الجلسات ما بين الشباب بشكل خارج الاطر الرسميه والدبلوماسيه بشكل ودي للحديث بشكل اكثر، ربما الوقت لن يسعهم الى الحديث في كل الجوانب، فبالتالي ستستكمل المنتدى بعد انتهاء الجلسات الرسميه. بالنسبه لعمليه الاستعدادات واللي انت سالتني عنه في البدايه، بنتكلم عن ان هناك تنسيق رائع ما بين وزاره الداخليه ووزاره الصحه ووزاره الطيران المدني، ده طبعا على المستوى الرسمي. وزاره الداخليه الاكمنه منتشره في جميع الشوارع الموجوده منذ دخولك لمدينه شرم الشيخ، سواء عن طريق الطريق البري او عن طريق المطار. في نفس الوقت سيارات الاسعاف تنتشر بشكل جيد جدا، موزعه بشكل اكتر من رائع بحيث ان هي تنتشر في جميع انحاء مدينة شرم الشيخ. الطيران اصلا ايضا كانت هناك ربما زيادة في عدد الرحلات القادمة من مطار القاهرة وربما القادمة من دول مختلفة، لان هناك ناس جاءت من دولها الى مطار شرم الشيخ مباشرة، وهناك ناس اخرى جاءت من ربما من القاهرة حتى ترانزيت في القاهرة ووصلت الى مطار شرم الشيخ. الاستعدادات قائمة من جانب الشباب المنظمين لهذا المنتدى، كان هناك يعني تنسيق اكتر من رائع فيما بينهم. يعني وجدت طيب محمد، يعني طالما انك اتيت الى جزئيه استقبال الوفود يعني والمطار،
الرحلات الوافدة مباشرة من الدول التي ستوفد مشاركين أو مساهمين في أعمال هذا المنتدى أو عبر مطار القاهرة الدولي. سنذهب الآن وستبقى معنا أنت محمد بطبيعة الحال لنذهب